أستاذة هناء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فضيلة وبركاته. الشيخ، ليه عند حضرتك سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول خاص بالرفق بالحيوانات. أنا ساكنة في الدور الأول، فأنا عندي منور جنبي بتجيله قطط كتير وتضرني، ناموس وحشرات وأصوات وكده. في ضرر إن أنا أطردهم من المكان ده؟ لا دي هو ما فيهاش حاجة عشان رفع ضرر عني؟ بص حضرتك، لا مفيش اشكال ان انت تطرديهم ما دام هم قطط في الشارع وهياكلوا ويشربوا في الشارع، تمام. لكن الاحسن ان انت تحسني اليهم، حط لهم الاكل بره البيت وياكلوا بره البيت وما يجوش جوه البيت عشان ما يؤذيكوش او يضايقوك. وخاصه بيبقى في بعض الاحيان بعض الناس بيبقى عندهم فوبيا من القطط وفوبيا من الكلاب، فما بيقدروش بالظبط يستحملوا وجودهم. بالظبط ما انا عشان بالظبط. كده بقول لك كده، لا بأس ان انت تبعديهم، ايوه ولكن كمان احسني اليهم، فاجمعي ما بين الخيرين، خلي لهم اكل بره، والكلام ده تقصدي بيه وجه الله سبحانه وتعالى، لان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل ذات كبد رطبه صدقه. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى انت كل ما تحسني اليه تاخدي صدقه، وقد يكون ده يعالج بعد شويه، ان انت لما تشوف القطط والكلاب بيمشوا بشكل طبيعي قد يكون بعد كده هيعالج الفوبيا اللي عندك من القطط والكلاب. فانا شايف ان انت لا ابعديهم، بس في نفس الوقت احسني اليهم. تمام. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة للعقيقة، هل يجوز أعمل أنا عقيقة لحفيدي؟ يجوز، مش بابا اللي يعمله ولا مامته، أنا أعمل لحفيدي؟ ولا في مشكلة خالص، لأن دوت هيكون بمثابة الهدية منك ليهم، وإن شاء الله يبقى خلاص. لأن كلام حضرة النبي، وفي لمحة مهمة جدا، إن كلام حضرة النبي كان بيتكلم على إن الشخص مرهون بعقيقته، سواء بقى أي حد فعلها له بنية هذه العقيقة، فإن شاء الله يحصل الثواب ده إن شاء الله. السيدة أم حبيبة، السلام عليكم. اتفضلي. لو سمحت، انا كنت بس عايزه اسال على حاجه. انا ليا اخ، هو كويس يعني، هو طيب وكل حاجه، بس بيجي له بقى دماغه بتقفل كده ساعات، وبيغدر علينا من اقل شيء، وبالذات ليا اخت كبيره غدر عليها جدا جدا يعني جدا. ايه غادر؟ يعني غضبان عليها مش يعني غادر؟ لا، بيغدر عليها، يعني ايه؟ بيهينها وبيقل منها طيب، وبيعمل حاجات يعني كده، بمعنى اصح نكر للجميل، لان هي اكتر واحده في الدنيا وقفت معاه، واكتر واحده ساعدته في ظروفه. كان طب اساليني المرض سؤال ظروفه يا حاجة، اساليني سؤال، لان انا ما بحبش الكلام عن ايه، عن المشكلات اللي بيحصل ما بين الاخوات دول، لان حاجه ما تليقش بيكم انتوا الاثنين. طيب، لا، في حاله ان هو مقاطعنا، المقاطعه دي احنا نتحاسب عليها؟ لا، المقاطعة مش ما تتحاسبوش على مقاطعته هو، لكن تتحاسبوا على مقاطعتكم انتوا. يعني ايه تتحاسبوا على مقاطعتكم انتوا؟ لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. يبقى انت تعملي ايه؟ تعملي اقل ما تستطيعي من مساله الوصال، ان انت تسالي عليه في المواسم، ان انت بما لا يتسبب في سوء اكتر. يعني اذا كان هو كل ما بتتصلوا بيه كتير كل ما كان بيتطاول، لا، يبقى نتصل بالمعقول، ونتصل وخاصه في المواسم وفي الاعياد.